سلام بنات، كيف حالكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، باحسن الاحوال. نتمنى الاحوال ديالكم بطبيعه الحال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. انا البنات غندير شويه اللوبيا ونشاركها معكم. كنت درت معكم اللوبيا السريعه، هذه اللوبيا بالكرداس. المهم الكرداس راه غسلته مزيان بطبيعه الحال، غسلته مزيان وما رقدتوش بالليل. كيف الطريقه ديال الترقد بالليل؟ عمركم ترقدوا الكرداس بالليل وقديت بالليل؟ راه كيمشي المذاق ديالو، ما كيبقاش المذاق ديال القديد والكرداس. هزو ديك الساعه ديرو ليه شويه الماء طايب يرطب وغسلوه مزيان. انا هنا حليته كرداسات ما خليتهمش يعني صاينين، قطعتهم طريفات صغار. درت لهم انا شويه الزيت العاديه، دابا غندير شويه زيت العود. ندير شويه زيت العود طبيعي الحال. ديك الملحه ما غديروهاش طبيعي حتى الاخر، يعني حتى طيب اللوبيا. غندير اللوبيا طبيعي الحال بالكرداس. دابا غندير البصله، نشلط معكم غير بصله وحده. بصله وحده كتشلطوها بحال هكا بالطريقه اللي بغيتو، كنشلطوها هكا في الطبيصير. كنشلطوها رقيق طبعا الحال، وتخلوها تتقلى مع ديك الزيت العود والزيت العاديه. الملحه ما ديروهاش طبعا الحال، ما ديروش الملحه. اي حاجه غديروها بالكرداس ولا القديد ما ديروش الملحه. انا عندها البصله قطعتها هنايا بيسيل باش تعطيش قبل باش ما نطولش الفيديو بزاف. طريقه سهله الصراحه، وكتجيبيها اللوبيا واعره واعره واعره. وغنضيف ان شاء الله واحد الاضافه اللي كندير ديما في اللوبيا ديالي، نتوما تعرفوها المتتبعين ديالي غيعرفوها، اللي كتخليك تاكلي زعما اللوبيا وما كتحسي بحتى حاجه. المهم نخليو دابا البصله مع الزيت مع الكرداس يتقلوا، مي غيتقلاو ان شاء الله. نرجعوا باش نشوفوا التتيمه كيفاش غنديروا ان شاء الله، باش ما نطولوش الفيديو، ما بقاش نطول عليكم فيديوهات بزاف. عارفاش كنبقى نهضر ما كنبقاش نسالي الصراحه، كنسى راسي. المهم هنا الكرداس راه غسلته، درت ليه شويه ما طايب ترطب، غسلته شويه صافي، قطعته طريفات انا مابغيتش نخليه صين. درت ليه بصيله زيت العود شويه الزيت العاديه، غنخلي دابا يتقلى مزيان، من بعد ان شاء الله نرجعوا باش نكملوا الاضافات الاخرى. دابا نحكوا شويه الثومه بعد ما تقلى لينا داك الكرداس شويه مع الزيت والبصله. نديروا الثومه حتى هي، نحكوا واحد ثلاثه دروس ديال الثومه. انا كتعجبني الثومه اللوبيا، عندك الثومه والكمون ان شاء الله. غندير واحد الاضافه، كلشي عارف المشاهدين ديالنا غادي يعرفوها، اللي هي ديال الزير. ديال الزير ضروري، انا ما درتوش في اللوبيا راه والو بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الغازات وداك الشيء مسران، وكتجي كيعطي واحد المذاق واحد اللذه ما كتصورش الصراحه والله. دابا بقيت دابا ديال البرد، كثروا من الثومه، كثروا من الكمون، الزرارع، اعشاب، من السيمه راه مزيانه كنضرب فيها نسيت راسي اش كنصور، كنضرب فيها كويته كامله. نخلي الثومه حتى هي تتقلى، حتى هي مع زيت تقلى شويه عاد ان شاء الله نديروا اللقامه اللي غنديروا ان شاء الله. دابا نضيف العطريه، دابا تقلى الثومه مع البصله، دابا نديروا العطريه ديالنا. معلقه صغيره التحميره، انا كتعجبني اللوبيا تكون حمراء، معلقه صغيره. انا البنات اليوم ما عنديش مطيشه، غادي نكتفي غير بمطيش الحك. نتوما ديروا جوج مطيشات، انا ما عنديش مطيشه العاديه. ندير واحد معلقه ديال السكنجبير حتى هي، كلشي معلقه صغيره معلقه صغيره. نديروا بزار بطبيعه الحال، قرعيته هما حنا ما كيتحلوا. معلقه ديال البزار صغيره، والخرقوم طبيعي، هذا طبيعي. واليازير ديالي، اليازير ديالي، اليازير والكمون، ها هو اليازير البنات. هذا راه مطحون، يازير مطحون، كيعطي المذاق، كتهني من الغازات تاع البيت اللي عندو مصران. وندرت واحد المعلقه هي صغيره عامره،
باقي الكمون، سوف نديرو الكمون. الكمون باقي طاحنا ملح باقي هنايا في داك الطحانه ديالو اللي كنت طحنت فاش كان البصاره مع هاد ديال الطحانه، بحال بحال قرعه خليته فيها زوين، باقا ريحته مجهده. نقل الكمون صغيره صافي، كنكتفي بهاد الاقامه صافي. دابا نحركم مزيان هاد العطريه ديالنا، كنتسنى يكون الفيديو واضح. من بعد دابا هذاك البوخه اللي كنت كنديرها كيتسد عليكم في التصوير. دابا غنضيف الماء وغنسد عليه البنات على الكورديس، غنسد عليه حتى يطيب. ما بغيتش نضيف دابا المطيشه وخيزو، حتى عندي واحد جوج خيزو حتى هما والسودانيه واللوبيا، غنسد عليه الكورديس تقريبا واحد ربع ساعه غير بوحدو، غير بوحدو غنسد عليه ربع ساعه. تتصفر كوكوت عاد نحسب لها ربع ساعه، ان شاء الله غيطيب الكرداس هكا يدخلوا الطياب. عاد ان شاء الله نضيفوا خيزو، نضيفوا المطيش الحوك، القزبر، المعنوس، سميتو السودانيه حتى الاخر هذه باينه هذه، واللوبيا ان شاء الله نسدوا عليها باش تكمل طيابها ان شاء الله. دابا طيب الكرداس من بعد نرجع ان شاء الله. من بعد ما طاب الكرداس البنات صافي، راه حليت عليها سديت عليه شي ربع ساعه تقريبا. دابا غنضيف حضروا تسدوا عليه الكرداس وقدي ضروري، غنضيف عليها مطيشه كبيره، معلقه كبيره ديال مطيش الحك، واحد جوج خيز الزوات وقزبر ومعدنوس. كنضيف كلشي بخاطر هكا، انا ما عنديش البنات مطيشه وداكشي علاش درت غير مطيش الحك اليوم. الا كانت مطيشه غديروا جوج مطيشات حكوهم مع شويه مطيش الحك طبيعي الحال. دابا غندير اللوبيا باش كنطول عليكم فيديو بزاف، داكشي دابا كنسر بيه دغيا الطياب. فاش كنبقى نهضر هكا كنسى راسي، حتى كنلقى الفيديو فيه 16 دقيقه كنلقى فيه. دابا غنديروا اللوبيا ديالنا، انا عندي هنا نص كيلو ديال اللوبيا غنديرها كامله، ها هي مرقده وكلشي كانت في الفريغو، ها هي باقا جامده نديرها كامله، ديرها في ميكه هنايا ولا غنديرها ياكلوا فيها. الا بقات نسخنها لهم ماشي مشكل، حيت اصلا ما كنديرش لهم بزاف قطنيات بزاف، مره مره هكا درنا لهم لوبيا كنديرهم داك نص كيلو ياكلوا فيها يشبعوا كتقاد عاوتاني صافي. صافي درنا دابا اللوبيا ديالنا، درنا مطيش الحوك، زبور، خيزو. دابا اش غنديروا؟ غنسدوا على دابا اللوبيا نخليوها طيب وتكمل هذاك الكرداس هو يطيب كمل طيابو. ملي غتقرب ان شاء الله اللوبيا نعرفها قربت طيب غنحل عليها وغادي نزيد السودانيات. صافي هادشي اللي كاين، وغندوقها في الملحه ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين، وغنسدو على الكوكوت ديالنا خلاو طيب. من بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفو ان شاء الله اللوبيا ديالنا. ودابا ان شاء الله فكرتوني غنمشي نكور البطبوط، عجن البطبوط هنايا غطيتو يخمر، ها هو عجنته في العجانه غطيته بالسربيته، ها هو دابا خامر. دابا الكوكوت غنسد عليها طيب وغندوز دابا البطبوط ان شاء الله تا نكورو نطيبو صافي، وغادي يوجد ان شاء الله الغدا ديالنا ونتغداو ان شاء الله باذن الله. اللوبيا ديالنا البنات من بعد ما طابت ها هي كتجيب هذا الشكل، اللوبيا بالكرداس كنت شاركتها معكم في القناه، بلا كرداس بلا لحوم بلا والو، الطريقه السريعه ديال الزربه هذه، الطريقه ديال لوبيا بالكرداس. كنتمنى تعجبكم. بالنسبه للاخ اللي قال لي، الاخ سيمو اللي قال لي في اللايف انه كضروا القطنيات كضروه، جرب اخويا بالطريقه ديال يزير، وان شاء الله من بعد ما تاكلوا اخويا مزيان شربوا واحد الكاس ديال النافع، النافع البلدي، غسلو هكا في داك الصفايه ديال القهوه غسلو ودير عليه مطايب خليه يطلق وشربوا من بعد القطنيات كلهم. وهذه اللوبيا ديالنا بالكرداس، وهذا البطبوط طبيعي الحال اللي عجنت انا كناكلها بالبطبوط. الدراري ولادي كيعجبهم البطبوط على خبز، قلت لكم شحال مره البطبوط راه كيجي خاوي من الوسط. دابا انا حيت كنصور بيد وحده كاش كندير لكم، المهم نحاول يجي فارغ من الوسط. هذا تقدر ديروه فيه حتى الزبده بلديه، العسل، الكاسكروت هكا اللي بغيتو كتسقيوه هكا راه كيجي كيولي تاكلوا به الكاسكروت. والبطبوط البطبوط واللوبيا ديالنا، وتقدر ديروا نفس الطريقه ملي قديت طبيعي الحال. وكنتمنى تعجبكم الطريقه ديال اللوبيا بالكرداس وتعجبكم غديوتي، وما تنساوش جيم للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وكنشكركم بزاف ديما، كنشكركم على الدعم ديالكم
والوقوف ديالكم جنبي، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما نكونش طولت عليكم بزاف، ومع السلامه. هذا فيديو قادم ان شاء الله، خليت لكم الراحه.